بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أبدأ بهذه الكلمة: سب النبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعة ودعاة كفالة الحريات، للدكتور علاء الدين الأمين الزاكي، جامعة الخرطوم. يقول بعد المقدمة: فلا يختلف اثنان من أهل القبلة في أن الواجب نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تمام التوقير والتعظيم والمحبة والاتباع والتسليم والتحكيم في الصغير والكبير. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الثلاث التي من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد بلغ تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عظيما، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. من شدة حيائه من رسول الله كان لا ينظر إليه، وبالتالي لو سئل أن يصف شكل وجهه لما انطلق لسانه، لأنه لم يكن يملأ عينه منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال رب العزة جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتمام الأدب معه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والإذعان لها والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. نقل القاضي عياض في كتابه الشفاء عن أبي إبراهيم التجيبي أنه قال: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن في حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. وعلق القاضي عياض بقوله: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم. وروى القاضي بسند جيد عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى الكلام على بعض الأحكام متعلقة بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: المراد بسبه هو التعرض له بأمر
يقلل من مكانته صلى الله عليه وسلم، وأنواعه عديدة. أول أنواع السب التصريح، وهو سبه بكلمات واضحة لا تحتمل التأويل، وبالوقوع في عرضه صراحة، وهو أشد أنواع السب. الثاني التعريض، وذلك بالهمز واللمز واستخدام الإشارة، كقول المعرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلما أنجاه الأعمى فما عبس ولا تولى، يمدح رئيس دولته، يعني كأنه بيفضله على رسول الله والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام، فيقول فلما جاءه الأعمى ما عبس وما تولى. فهذا فيه إيه؟ همز أو لمز أو سب بالإشارة وليس بالتصريح. وذكر فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، أن التعريض بسب النبي صلى الله عليه وسلم هو كالتصريح، ويقابله عندهم أن التعريض ليس كالتصريح. عند الحنابلة في قول يوافق هذا القول أن التعريض كالتصريح، وفي قول آخر أن التعريض ليس كالتصريح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إذن التعريض بسب النبي صلى الله عليه وسلم كالتصريح، ذكر ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، ويقابله عندهم أن التعريض ليس كالتصريح. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ومن بعدهم على أن التلويح كالتصريح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أصحابنا التعريض بسب رسول الله، بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح. النوع الثالث من السب، سب أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن أبي العز: فالذي يسب وزيري النبي، يعني أبا بكر وعمر، فالذي يسب وزيري النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقول إن أبا بكر عدو للإسلام فهو متهم لرسول الله ومتهم للأمة كلها. فسب رسول الله، سب الصحابة يعتبر سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليله. وسب الصحابة طعن في سنته، لأنهم نقلة السنة، والطعن في الناقل طعن في المنقول. النوع الرابع سب سنته أو الاستخفاف بها، فهذا كالمستهزئ به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل الكلام على حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بأن يبين أولا الحقوق التي تتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حق الله سبحانه من حيث كفره برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حق يعتدي عليه هو حق الله الذي أرسل هذا الرسول، فيترتب على ذلك حق الله من حيث كفر هذا الساب برسول الله ومعاداته لأفضل أوليائه، ومن حيث طعنه في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعنه في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيبه تكذيب له تبارك وتعالى، وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته. ثانيا حق جميع المؤمنين، يعني سواء من كانوا هذه الأمة المحمدية أو المؤمنين من غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته، فإن قيام أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة
بواسطته صلى الله عليه وسلم. فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثالثا، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه. خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس أو أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هتك عرضه مع علو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره، كما أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به، ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة. يقول: ويختلف حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الصادر عنه، أن الصادر عنه إما مسلم أو كافر معاهد أو كافر محارب. فيقول: إذا كان مسلما فقد أجمع العلماء على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما، وهذا الإجماع نقله الإمام إسحاق ابن راهوي ومحمد ابن سحنون، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتحرير القول فيه أن السب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال ابن قدامة: وقذف النبي صلى الله عليه وسلم وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن الملة، وكذلك سبه بغير قذف. نفس الكلام قاله ابن حزم، واستند الإجماع إلى قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا ثبت كفر السب وجب على الحاكم إقامة حد الردة عليه وهو القتل. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. ثانيا، إذا كان السب ذميا، فإذا صدر يعني الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدر منه فعل تضمن أمرين: أحدهما انتقاض العهد الذي بيننا وبينه، لا يصبح هذا الذمي بعد ذلك إيه ذمي، لأنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهد الذمة معه. الأمر الثاني أنه جنى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهك حرمته وآذى الله ورسوله والمؤمنين وطعن في الدين، وهذا معنى زائد على مجرد كونه كافرا قد نقض العهد. فهذا يعني يقتل لهذين الأمرين: انتقاض العهد وهذه الجناية. يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعلق اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين بنفس أذى الله ورسوله، فعلم أنه موجب لقتله. وقال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.
إذا كان محاربا فطبعا قتله يكون من باب أولى، لأنه جمع بين الكفر والمحاربة وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى مبحث العلاقة بين كفالة الحريات وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرية هي قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية، وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله بعيدا عن سيطرة الآخرين، لأنه ليس مملوكا لأحد، لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته. أما مجالات الحرية فلها مجالات، أولها الحرية الشخصية، يعني يتصرف في ما يخص نفسه وأمور ذاته آمنا من الاعتداء عليه في نفسه وعرضه وماله، على ألا يكون في تصرفه عدوان على غيره، يبقى دي الحرية الشخصية. ثانيا هناك حرية التنقل، الغدو والرواح، يعني حر في أن يسافر ويتنقل داخل بلده وخارجها دون عوائق تمنعه من ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حرية المأوى والمسكن، متى قدر الإنسان على اقتناء هذا المسكن. حرية التملك، يعني أن يحوز الشيء ويمتلكه ويقدر على التصرف به وينتفع به عند انتفاء الموانع الشرعية. حرية العمل. ثم ينتقل إلى حقوق الفرد المعنوية، يعني هذه الحقوق التي ذكرناها، الحرية الشخصية وحرية التنقل، حرية المأوى والمسكن، حرية التملك وحرية العمل، هذه تتعلق بحقوقه المادية. لكن حقوق الفرد المعنوية فأولها حرية الاعتقاد، يعني اختيار الإنسان لدين يريده بيقين وعقيدة يرتضيها عن قناعة دون أن يكرهه شخص آخر على ذلك، لأن الإكراه يفسد اختيار الإنسان ويجعل المكره مسلوب الإرادة فينتفي بذلك رضاه واقتناعه. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ثانيا حرية الرأي، وهي ما تسمى بحرية التفكير والتعبير. ثالثا حرية التعلم، بحيث الإنسان من حقه أن يتعلم ما يشاء مما يتعلق به مصلحة المسلمين دينا ودنيا. ثم حرية السياسية، وهي حق الإنسان في اختيار سلطة الحاكم وانتخابها ومراقبة أدائها ومحاسبتها ونقدها. طبعا هو مفهوم الحرية في الشريعة يختلف عن الحرية في خارج الشريعة الإسلامية. ينتقل بعد ذلك إلى مفهوم الحرية في الشريعة، أن الإنسان له كامل الحقوق والتصرف ولكن بضوابط لئلا تكون فوضى، ومن هذه الضوابط ألا يكون فيها تعد لحدود الله وانتهاك لشرعه. ثانيا ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه. ثالثا ألا تفوت حقوقا أعم منها، وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها. رابعا ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين. فالإسلام لا يعتبر الفوضى مرادفة للحرية، أو أن الإنسان يرتكب الموبقات والكبائر والمنكرات باسم الحرية، وأن يستبيح محارم الله وينغمس فيما حرم الله باسم الحرية. عندنا في الإسلام ما يبيح هذه الحريات أو هذه المحظورات هذا يسمى فوضى وليس حرية. وقرر الإسلام حرية الناس منذ ولادتهم، وأنه لا يجوز استعبادهم، كما لا يجوز تقييد حريتهم، وكل حق لهم يقابله واجب عليهم ليحصل التوازن والتعايش وفق حدود الشرع. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله
ويتعدى حدوده فإن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل نصيحة خولة بنت حكيم والناس معه على حمار، فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة، يعني التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات كما في صدر سورة المجادلة أو المجادلة. أما مفهوم الحرية عند العلمانيين ومن وافقهم فهي حرية مطلقة لا يقيدها دين ولا شرع سماوي، بل قوانين أرضية غير متفق على نصوصها. فالحرية عند الغربيين أسوار، عبارة عن أسوار متحركة تتسع وتضيق حسب الهوى، لها مسارات متعرجة بحسب البلاد والمجتمعات. هذه الفوضى هي التي تأتي بهذه المظاهر التي يعني نراها والمفاسد. لأن طبعا يعني هذا المفهوم للحرية الغربية بيترتب على إيه؟ يترتب عليه استباحة يعني انتهاك حدود الله للعامة والخاصة، وإبطال الشرع أصوله وفروعه وانتهاك محارمه وتجاوز حدوده. ثانيا إبعاد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المجتمع، لأنها مقيدة في زعمهم للحريات، ابتداء بقى من سب الله تبارك وتعالى وسب رسوله إلى ما شئت من هذه الضلالات بغير نكير. لماذا؟ لأن ده كله في إطار، داخل في إطار الحرية. وحتى المنكر يعني المنكر أعم من المعصية، يعني المنكر ممكن يصدر من شخص غير مكلف كالصبي مثلا والكافر والمجنون، لكن فيجب الإنكار عليه حتى لو هو غير مكلف كالصبي ممكن يعني يرتكب منكر، لكن المعصية أعم. فيقول هنا ولا بد من الإشارة إلى أن المنكر أعم من المعصية، فقد يصدر المنكر من غير المكلف كالكافر والصبي فيجب الإنكار عليه، ولا يحتج بكفالة الحريات لإبعاد الإنكار. فأغلب أعداء هذه الفريضة هم دعاة كفالة الحريات. قال الإمام الغزالي رحمه الله إن المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمرة فعليه أن يريك خمرة ويمنعه، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. ثم يتعرض شبهات العلمانيين من دعاة الحرية المزعومة. فالشبهة الأولى قالوا لو أقيم حد الردة على ساب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أو قتل الكافر لكان ذلك منفرا للناس من الدخول في الإسلام، فهو بمثابة من يدخل الكنيسة ويتمسح بالصليب ليتزوج بامرأة يرجو إسلامها فيدخلها في الدين ليخرج هو منه. والسؤال هل يعني يسترضى الكافر بسب الشرع وأصول ليدخل في الدين؟ فإذا بعض الناس بتتذرع بأن يعني لابد أن نرغب الناس في الدخول في الإسلام بألا يقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينفر الناس من الدخول في يعني الإسلام. فلا يمكن أن نسترضي الكافر عن طريق أن يقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب هذا الدين. بعض العلمانية يستدلون بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمعناه أن الشخص له أن ما يقوله ويعتقده
وهو حر حتى أن يغير دينه. طبعا العلمانيون يوظفون هذا المفهوم لإيه؟ لاستباحة يعني حرمات الدين. والمفسرون أجمعوا على أن المقصود عدم إكراه أحد للدخول في الدين، بل الدخول في الدين يكون بالقناعة كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولا يمكن أن تكون الآية لا إكراه في الدين دليلا لجواز سب الشرع وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر لم يعني لا يعني السب في شخصه، ولكن تعدى إلى الشرع يعني الشريف. ثم ماذا يفعلون مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه؟ فالآية ليست على إطلاقها، هي أساسا في حق من أهل الكتاب، اليهود والنصارى أو المجوس مثلا باعتبار أنهم كانوا أهل كتاب، لمن لهم دين أصله صحيح. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أهدر دم المرأة التي كانت تسبه، وأمر بقتل كعب بن الأشرف لما كان يفعل من نفس الشيء. إذن لا يجوز الاستدلال بالآية الكريمة لعدم إقامة حكم الله في من يسب نبي الله صلى الله عليه وسلم. ينهي الكلام بذكر بعض الإلزامات العقلية والمنطقية. هو العلمانيين الحقيقة بطريقة خبيثة شوية لما يجي يتكلموا، طبعا الآن ما يقدرش حد منهم يقف في المواجهة كده مباشرة ويتبجح بالحريات الغربية، لكن حتى بتقف في نشرات الأخبار يقول لك إيه الفيلم المسيء للرسول الكريم، لكن لا يمكن يقولوا لرسول الله أو لنبي الله. الإعلام حتى الإعلام العربي الخبيث أيضا يقول لك إيه نبي الإسلام أو الرسول الكريم، كبر، هم يتكبرون عن أن يقولوا رسول الله. لماذا؟ بالضبط زي ما في بعض الكتب مثلا نجد بعض الباحثين متأثرين بالفكر الغربي والعلمانية، وإن المفروض ما يظهرش انحيازه لأي دين، ينخلع يبقى محايد مع الأديان، فيقول لك مثلا يعني بعض هؤلاء الناس يعني يقول القرآن، القرآن يقول كذا، القرآن هو بيهرب زي ما عامل زي كأنه أي مستشرق أو أي يهودي أو أي نصراني. أنت لو مسلم تقول قال الله تعالى، لكن هو مش عايز يعلن انتماء لعقيدة. فللأسف الشديد هذا موجود، والمفروض أن يضغط على الإعلام، أنت في بلد مسلمة وقضية تمس المسلمين، وأنت الأصل فيك أنك مسلم، اسمك مسلم، يبقى تقول قال رسول الله، لكن هم يستكبرون عن هذا، بل يتجنبون أن يقولوا صلى الله عليه وسلم. فهذا الإعلام ده بيعكسنا، يعكس عقيدتنا، فتقول قال أو الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تسمعهاش في ذات القرآن الكريم فقط، لكن العلمانيين خارجها لازم يقولك الرسول الكريم، ويجري بسرعة كده عشان ما تقولوش إيه أين صلى الله عليه وسلم، أين ذهبت، لأن الكبر لسه الكبر بتاع أسلوب مبارك وعصاباتي في التعامل مع كل ما يمس المسلمين. فدي من الملاحظات السيئة جدا، المفروض أنها تصعد، والإعلام اللي هو لسان الأمة، ونحن أمة مسلمة وهويتنا الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحترموا نفسكم واحترموا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقولوا قال رسول أول لما تذكر تقول ما تقولش الرسول الكريم، ما هو في كتير من النصارى يعتقدون أنه نبي إلى العرب فقط وليس إلى العالمين، كتير هم يقولون أنه أو يهرب من الكلمة يقولك نبي الإسلام. فينبغي أن يجبر هؤلاء الناس بالذات في بلادنا على أن يتأدبوا ويحترموا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما يقولش بقى النبي الكريم أو الرسول الكريم، لا قول رسول الله حتى تقر بأنك تنتمي إلى هذا الدين وتصفه بما بأكمل ما يوصف به صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هي لو مرة بيقولوا الرسول الكريم ومرة بيقولوا رسول الله يبقى مش مقصودة، لأن الرسول هتبقى العهد الدهني، فعصى فرعون الرسول فمعروف أنه موسى، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لكن الإصرار عليها باستمرار حيث ما فيش مرة يبقى في نشرة أخبار يقول لك المسيء إلى رسول الله ها أو نبي الله
صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل سؤالا، هل الحريات في الغرب موجودة حتى يستدل بها لاستباحة سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول إن الغرب لا يعرف الحريات في القضايا التي يعدونها خطوطا حمراء حتى يحتج بها لإباحة سب النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 1991 قام جينتر ديكارت زعيم الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، يوصفه بأنه يميني متطرف، بعقد محاضرة في ألمانيا، استضاف فيها محاضرا أمريكيا أشار فيها إلى أن رواية قتل اليهود بالغاز غير صحيحة. وترتب على ذلك أن قدم ديكارت للمحاكمة وعوقب طبقا للقانون الذي يحظر الأحقاد بين المجموعات العرقية. في شهر مارس سنة 1994 حكم ديكارت مرة أخرى، وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة خفيفة، مما أدى إلى تعرض القضاة الذين حكموا ديكارت لموجة من الغضب والنقد من القضاة الآخرين بسبب ضآلة العقوبة التي حكموا بها، مما أدى إلى تدخل المحكمة الفيدرالية التي أبطلت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة عشان الغرامة كانت خفيفة. في أبريل سنة 1994 أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست للمحرقة المضخمة لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني. هنا حرية التعبير مش داخل في موضوع المحرقة، مما دفع البرلمان الألماني إلى أن يسن قانونا يجرم أي محاولة لإنكار وقوع الهولوكوست، ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة حددت بالسجن 5 سنوات بغض النظر عما إذا كان المتحدث ينكره أو لا. يعني مجرد محاولة الإنكار بس، عرض القضية للبحث، دي جريمة حتى لو كان هو مش بينكر المحرقة. في سنة 1993 تم نشر ترجمة ألمانية لكتاب أمريكي عنوانه العين بالعين، غير أن الناشر تنبه إلى خطورة الأمر فقام على الفور بسحبه وإتلاف كل نسخ الطبعة الألمانية رغم توزيعها في السوق، تحشيا للوقوع تحت طائلة القانون أو إثارة غضب الرأي العام، وذلك لأن الكتاب يورد أن ستالين كان يتعمد اختيار اليهود للقيام بالأعمال البوليسية السرية في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية. مش بس جاب سيرة اليهود، إن ستالين كان بيستعين بهم في الأعمال البوليسية السرية، فلحق نفسه إيه وسحب الكتاب. في النمسا من المتعارف عليه قانونيا معاقبة كل من أنكر وجود غرف الغاز التي أقامها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية بالسجن، غير أنه في سنة 1992 تم تعديل القانون ليطال التجريم أي محاولة. يعني القانون الأولاني كان إيه؟ من أنكر وجود غرف الغاز الهولوكوست، بعد كده عدلوه القانون ليطال التجريم أي محاولة تنكر أو تخفف أو تمدح أو تبرر أي من جرائم النازية سواء بالكلمة المكتوبة أو المذاعة. فإذا الموضوع يعني انتقائي، أحيانا يبقى فيه احترام لما يزعمونه من حرية التعبير، وأحيانا يعني لا يبالون بذلك. يقول أيضا: أليس هناك قوانين مقيدة للحريات تقتضي الضرورة وجودها؟ يعني هل الحرية تبقى فوضى ولا لابد فيها من قيود؟ إن الفطرة السليمة والواقع يشهدان بضرورة وجود حدود للحريات حتى لا تكون سببا في فوضى عارمة تثمر الدمار والخراب. فهناك الكثير من القوانين التي يلتزم بها الناس حتى دعاة الحرية، مع أنها مقيدة للحريات،
فإذا جاءوا المسائل الشرعية جعلوها كلاً مباحاً محتجين بكفالة الحريات. من هذه القوانين قانون الجمارك والضرائب الذي يقيد حريات التملك، وقانون المرور الذي يقيد حريات الحركة. يعني واحد يمشي في وسط السوق بالسيارة بسرعة 120 كيلو ولا 140 كيلو جوه السوق وهو حر، ولا لازم تقيد حرية الحركة؟ لابد أن تقيد حرية الحركة. قانون الانتخابات أيضا يقيد حرية الممارسة السياسية إلى غير ذلك من القوانين. فهذا اعتراف واضح ودليل صريح على أن الحرية لابد لها من حدود يجب ألا تتجاوز. فعند الغرب حرمات المسلمين وحدها هي الكلأ المباح الذي لا يعاقب القانون مقترفه بأية عقوبة، ويفتح فيه الباب على مصراعيه. فأصحاب دعاوى الحريات المطلقة هم لا يريدون حرية الفكر، لأن من البديهي عندهم أن إذا المسألة كانت قضية نقاش فكري وإقناع فيستحيل أن يهزم الإسلام على الإطلاق في أي محاورة نزيهة. الإسلام لا يهزم إطلاقا، وإنما هم يريدون حرية الكفر، وكل من يعترض فإنهم يعدونه عدوا للحريات، ولربما أصبح تكفيريا إذا أصدر حكم الله تبارك وتعالى. إذن الغرب لا يعرف الحريات ولا يحترم حق الناس في العبادة، حتى إنه يبيح سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الأنبياء عموما، لكنها الحريات العرجاء التي بها ينتقص الدين ويتعرض لجناب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر. والموضوع حقيقة في هذا الكتاب فيه توجد دراسات جادة جدا، ومن ضمنها دراسات، وهذا في الحقيقة هو الذي نحتاجه، دراسات منهجية علمية في كيفية التصدي عمليا وليس بمجرد المظاهرات والصياح فقط، ولكن بإجراءات عملية حقيقية لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحاوله فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.